مدحوينها مامول كهير شوير علي عبد الله عصب لا ايا وحا مانت علي مسار كيسو وكرد عي مغالدة جوهر اي حرونتا قبل كاشو بلاد دحي سيدا وركو نو نوغو دري وريه سيد عي لابه او علي مسار كاسي نوغا قيب غلي علي مسار كمدحوينها دولد قبلات كهير شبه لا ايا وحا كسو قيب غلي مدحوينها جمهورية دا صوماليا مضاني حسن الشيخ محمود ارقي قار كاي قرمد مدو بيوقع بلسان اريماها صوماليا ميجل كيتين سفيرة دا دلالك التركيغا ايا شينها اجوغا صوماليا قار كمدا مدح دا معمول قبلات دا دلالك ايا حبنا كتر سن لبادا قولا ايا دولد دا وزير كا اريماها قداها صوماليا عبد الرحمن ادواء او غورين شركة كهد لي ايا كشي كي مرحلة دي او صومر شركان وحونا شيغين هاد دا دمستري معمول قبلات دا دلالك isla markaana loo gudbayo dhismaha golaha deegaanka degmooyinka dalka دور الدولتك توفر قلبت ومدن المدهوية الشريف حسن ونرافق ديو دور الدولتك الجمهور ونرافق ديو المدهوية بكريم حسين قلت ايو ساكي بدا اول اخوانا ينوع دور الدولتك هرشو بلا مدهوية على عبدالله الصوت شكرا مدهوية شكرا وشكرا قوتي كفاقاريه لوربا عمادات كده هرشو بلا اني كنت دولة كبيرة مدن المدهوية مدام عركتها دي فالعالين دخلت على سكولة التغلقون يلوية تبعلقون يلعي طبعا طبعا تنك وقوم ويبسن يلوكم لعي تبعلقون يلواتان السوق يلوية باهين تماموكا هير فدرال وعمرك عورة أو دولة التغلق وقال دولة دولة كواكيما حتى وحيطة ايضا ما أخوية إن لغا قاعدو هير إن لغا قاعدو ماموكا هير دولة دولة إلقير هير madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli ayaa sheegay inay bilaabayaan soo xulista xubnaha aqalka sare ee matalaya Hirshabeelle madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u hanbaliyay madaxda cusub ee maamul goboleedka Hirshabeelle isagoo sheegay in dhismaha maamulkan si wada jir ah looga wada qayb qaatay عبد الحين السنعاي لابي صومالي كابل حارونتا مامول كهير شابيلي جوهر